واحد بيقول من جهة الزلزال اللي حصل، هل لهذه الزلازل علاقة بعلامات المجيء الثاني؟ لما تحدث السيد المسيح في متى 24 وفي مرقس 13 عن علامات نهاية الأزمنة، تكلم عن نوع من الزلازل يعني، لكن قال هذه مبتدأ الأوجاع، لكن ما قالش هي دي النهاية، مبتدأ الأوجاع، لكن في حالات أشد من كده تحصل بعدين يعني.